تفقد أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود. وأكد خليفة في زيارته المفاجئة على أهمية مواصلة العمل لتأمين حدود مصر وحماية الأمن القومي. إلى ذلك أفاد مراسل المشهد أن مصدرا مصريا رفيع المستوى قال إن الأشهر الماضية أثبتت أن نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء طالما أن ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية، مضيفا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تفتقد الواقعية، قائلا إن نتنياهو يسعى من خلاله إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد عبادة جماعية. ينضم إلينا من العالمين مراسل المشهد محمد خالد. أهلا بك محمد. إذن زيارة مفاجئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى الحدود، في أي إطار تأتي هذه الزيارة محمد؟ نعم مالك، يعني هي رسالة للداخل والخارج معا، رسالة للداخل بأن القوات المسلحة المصرية هي قادرة على تأمين الحدود المصرية ضد أي عدوان خارجي وحماية أمن القومي لمصر، رسالة للخارج بأن من عليه أن يجرب القوات المسلحة المصرية وتعدي الحدود المصرية فعليه أن يجرب ذلك، وأن القوات المسلحة المصرية هي على استعداد كامل صد أي عدوان خارجي ضد أمن واستقلال البلاد. نتحدث عن هذه الزيارة للفريق أحمد خليفة رئيس أركان القوات المسلحة للجزء الشمالي الشرقي للحدود المصرية، وتحديدا بزيارة معبر رفح ومحور فيلادلفيا يعني النظر في الاستعدادات الأمنية واستعداد القوات المصرية للحفاظ على أمن وحدود البلاد. كان هنالك عدة أيضا نقاط للزيارة شملت عدة مشروعات تنموية في مدينة سيناء لأهالي المدينة، وتأكيد أن الجيش المصري هو موجود لحماية أمن البلاد واستقرارها ضد أي عدوان، وأنهم جاهزون للتصدي لأي هدف يمكن أن يصيب البلاد. نتحدث أيضا عن التنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية الموجودة على النقاط الحدودية وآلية التنسيق بينهما لحماية الحدود. ربما هذه الزيارة هي هامة لدفع القوات الموجودة في هذه المنطقة نحو التركيز و يعني حماية الحدود بشكل يعني لا تراجع فيه، وخاصة مع التهديدات الأمنية من كافة الجوانب، وتحديدا بعد يعني احتلال إسرائيل أو سيطرتها على الجزء من الناحية الفلسطينية من سواء معبر رفح أو حتى على محور فيلادلفيا. يعني في الحديث على السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح، لو تطلعنا على الصورة يعني حتى اللحظة في هذا المعبر، وما إذا كان هناك أي مستعدات لربما تدخل ولو بشكل شحيح من هذا المعبر؟ الجيش الإسرائيلي مالك حول الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى ثكنة عسكرية، وبالتالي يصعب تماما إدخال المساعدات الإنسانية من هذه الناحية، وبالتالي أيضا مصر ترفض طالما تتواجد القوات الإسرائيلية في معبر رفح إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع من هذه الناحية طالما تسيطر عليه القوات الإسرائيلية. المساعدات تدخل ولكن بوتيرة أقل كثيرا مما كانت تدخل إلى القطاع، خاصة بأنها ترسل عن طريق معبر كرم أبو سالم، وهو معبر يربط ما بين مصر وإسرائيل، وبالتالي إذا مرت هذه المساعدات من المعبر فإنها تتعرض إلى مضايقات كثيرة من قبل المستوطنين، وبالتالي هنالك أعداد قليلة جدا لا تتعدى 20 شاحنة هي فقط من تدخل بصفة يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت وهي إجازة للمعبر، وبالتالي هنالك نقص حاد للمساعدات الإنسانية التي تدخل
تدخل للقطاع، وبالتالي هذا يؤثر على يعني الحماية والمساعدة التي تقدمها مصر للأشقاء في فلسطين. وتطالب مصر بشكل كامل بضرورة إخلاء القوات الإسرائيلية لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا من أجل إدخال المساعدات ومزيد منها في الفترة القادمة دون قيد أو شرط. شكرا لك مراسل المشهد محمد خالد على جميع هذه التفاصيل.